قالت قناة اي تي في نيوز إن جميع الضحايا 39 الذين عثر على جثثهم في شاحنة بمنطقة إيسكس الصناعية قرب لندن هم مواطنون صينيون. وللتذكير فإن الشاحنة التي يعتقد أنها قادمة من بلغاريا وجدت بعد منتصف الليل في مجمع صناعي في منطقة غريس، ولقي جميع من كان داخل الشاحنة حتفهم وهم 38 شخصا وصبي.